أهلا بكل محبي قناة محتوى إبداع. اليوم سنتحدث عن لماذا لا تحتاج الحيوانات إلى تنظيف أسنانها عكس البشر. الحيوانات التي تعيش في البراري لا تستهلك الطعام المطهي، سواء كانوا حيوانات آكلة للأعشاب أو اللحوم أو كلاهما معا، فإنهم يأكلون فقط الطعام الخام ويشربون فقط الماء للحصول على الطاقة. لهذا السبب لا تتعرض أسنانهم لخطر الطعام الغني بالسكريات والمشروبات والمنكهات الغازية. لذلك فإن معظم الحيوانات البرية محمية بالفعل من تسوس الأسنان، وذلك بفضل الطعام الذي تأكله، وهو السبب في توقعنا أن الحيوانات الأليفة يصيب أسنانها التسوس، لأن الطعام الذي تتناوله مثل طعام الحيوانات الأليفة، والبسكويت يحتوي على السكريات وهي ضارة بأسنانها. وهذا هو السبب في أن مالك الحيوانات الأليفة يقومون بتنظيف أسنانها باستخدام معجون أسنان خاصة. بعض أنواع الحيوانات تستبدل أسنانها بشكل متكرر، والحيوانات التي تعرف بعضاتها القوية مثل التماسيح وأسماك القرش تجدد أسنانها بشكل متكرر أكثر من الأنواع الأخرى. يوجد نوع من أسماك القرش يسمى كراشي فارمز، تتغير أسنانه تقريبا 35 ألف سنة أثناء حياته. التماسيح على سبيل المثال لديها 40 مجموعة من الأطقم المختلفة من الأسنان تغيرها مدى حياتها، أي أنها تقوم بتغيير جميع أسنانها. هناك بعض الحيوانات التي تقوم بتنظيف أسنانها مثل التماسيح بعد أن تأكل، يسترخي ويفتح فكيه العلوي للطيور لتنظيف العوالق، كذلك الأبقار والجواميس. تمضغ الطعام لفترة طويلة حتى يسهل بلع الطعام وهضمه، وأثناء عملية المضغ يحتك الطعام بالأسنان وينظفها بطريقة غير مباشرة.